Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon dans la matière de l'SVT. Observation des milieux naturels. Moulahadat al-awsat tabi'iyya. فإن شاء الله تعالى غادي نحاول نتكلم معكم على أول درس عندكم في المادة ديال SVT Observation des milieux naturels. ملاحظات الأوساط الطبيعية. أول محور فيه كاين diversité des milieux naturels. الاختلافات المتواجدة في les milieux naturels. أوساط طبيعية. عندنا la terre correspond diversité des milieux naturels. Forêt, lac, rivière, océan, mer. يعني هاد الأرض هادي تتكون من بزاف ديال لي ميليو ناتوريل اوساط طبيعيه بحالهاش بحال فوري اللي هما غابات لاك اللي هما بحيرات لي ريفيير الانهار لي زوسيون وكذلك المحيطات وعندنا لي مير il existe de nombreux milieux de vie que l'on peut classer en trois catégories يعني هنا عندنا قال لك تيتواجد مختلف ديال الاوساط الطبيعيه الاوساط الحيه اللي ممكن اننا غادي نقسموها لثلاثه ديال لي كاتيجوري عندنا وسط حي ميليو دو في تيريستر وهو وسط حي بري ميليو دو في اكواتيك وسط حي مائي او ميليو دو في ايريان اذا غادي نحاول معكم هذا المحور هذا باش ان شاء الله تقبطوه بسهوله ف diversité du milieu naturel يعني الاختلافات اللي كاينين في الاوساط الطبيعيه فعندنا الارض اذا غادي نتكلموا على الارض وهاد الاختلافات اللي كاينين فيها كاين الارض كوريسبون diversité des milieux naturels هاد الاختلافات كاين عندنا في الفوري الغابات الالاك البحيرات والانهار وكذلك المحيطات وعندنا البحار قلنا بانه il existe de nombreux milieux de vie que l'on peut classer à trois catégories يعني اوساط حيه ممكن اننا نقسموها لثلاثه ديال الاقسام اوساط وسط حي بري وسط حي مائي وسط حي جوي وسط حي بري وهو milieu de vie terrestre وسط حي مائي milieu de vie aquatique وسط حي جوي اللي هو milieu de vie aérien بالنسبه للمحور الثاني عندنا لي كونستيتيسيون دان ميليو دو في مكونات واحد الوسط حي مما يتكون واحد الوسط حي غادي نجاوبو عليه في هاد لا بارتي هادي لي ميليو دو في ناتوريل سون كومبوزي دو دو كونستيتيسيون برينسيبال يعني الاوساط الحيه تتكون منهاش من جوج ديال المكونات اللي هما اساسيين كومبوزونت يعني كومبوزونت فيفونت مكونات حية و كومبوزونت نون فيفونت الكومبوزونت فيفونت وهي الكائنات الحية كائنات لي زيتر فيفونت منهم هاد الكائنات الحية اللي هما لي زانيمو لي فيجيتو و لي ميكرو اورغانيزم هادو كلهم تيدخلو لنا فاش هادو دي زيتر فيفونت و هما لي تيكونو لنا فاش لي كومبوزونت فيفونت يعني في هاد لي كومبوزونت المكونات الحية غادي نمرو نشوفو المكونات اللي هما نون فيفونت اللي هما غير حيين غنشوفو انه كاين دي زيتر نون فيفونت بحالاش بحال لير لو و لير اي لي روش الماء والهواء والتربه هادو مكونات اللي تتكون واحد الوسط طبيعي ولكنها غير حيه اما بالنسبه لي زانيمو لي فيجيتو اي لي ميكرو اورغانيزم فهما مكونات اللي هي حيه تتكون لينا واحد الوسط طبيعي ان être vivant c'est un être qui se nourrit respire grandit se reproduit est mort يعني فحال تما طرح عليكم التساؤل ديال اشنا هما لي زيتر فيفون لي زيتر فيفون هما واحد الكائن اللي تيتغدى وتيتنفس تينمو وتينتج وكذلك تيتوفى ان اتر فيفون سي ان اتر كي سو نوري ريسبير غراندي سو ريبرودوي اي مور اذا غادي نعطيكم المختصر ديال هاد الشطر الثاني لي كونستيتيسيون دان في دان ميليو دو في يعني مكونات ديال واحد وسط حي عندنا جوج تينقسم الى دو كونستيتيسيون برينسيبال ف
الوسط حي تيتكون من جوج ديال يعني لي كونستيتيسيون مكونات اللي هي اساسيه. ما هما؟ عندنا الكومبوزونت فيفونت الكومبوزونت نون فيفونت. شنو هي الكومبوزونت فيفونت؟ وهي لي كومبوزونت هي المكونات الحيه والمكونات الغير حيه. المكونات الحيه اللي تتكمن في الكائنات الحيه بحال عش بحال لي زانيمو لي فيجيتو اي لي ميكرو اورغانيزم، الحيوانات النباتات وكذلك لي ميكرو اورغانيزم هما دوك الحي الحشرات اولا لي ميكروب اللي هما الفيروسات عفوا اللي ما تيتراوش بالعين المجرده ميكرو اورغانيزم. نمر الى المكون اللي هو غير حي، فعندنا لي زيتر نون فيفونت يعني الكائنات اللي هي غير حيه بحالاش بحال لو الماء والهواء اي لي روش والتربه. الماء والهواء والتربه هما هادو الكائنات اللي غير حيه، الكائنات الحيه لي زانيمو لي فيجيتو لي ميكرو اورغانيزم. غادي نمشيو نتعرفوا على واحد التعريف ديال ان نيتر فيفون، واحد الكائن حي سي ان نيتر كي سو نوري ريسبير غراندي سو ريبرودوي اي مور. الكائن حي وهو كائن اللي تي يتغذى وتيتنفس تينمو وتينتج ومن بعد تيتوفى تيموت. كان هذا هو الملخص ديال لي كونستيتيسيون دان ميليو دو في. فحاولوا انكم تاخذوا هذا الدرس، ان شاء الله غادي نرجعوا للكتاب ديال اونيفير بيس وغنشرح معكم الدرس، ولكن هذا ملخص اللي غتشوفوا في حاله في القسم. خاصكم فقط تعرفوا على هاد النقاط وتحفظوهم، غتكونوا تعرفتوا على الدرس وفهمتوه جيدا. ففي المحور الثالث عندنا بوركوا سيس ديفيرسيتي دي ميليو ناتوريل، باش انكم غتوصلوا الشطر الثاني في هذا الدرس هذا غيكون التساؤل المطروح وهو علاش عندنا هاد الاختلافات في الاوساط الطبيعيه. يعني من تيكون عندنا واحد الاختلاف في الاوساط الطبيعيه فتيكون ناتج على شي حاجه اللي هي تاثرت عليها. اذا بليزيو كريتير سون ريسبونسابل دو سيت ديفيرسيتي، عندنا بزاف ديال المميزات ولا لي كريتير اللي هما سبولينا والمسؤولين على هاد التغيرات في الاوساط الطبيعيه. من بيناتهم لا تمبيراتور يعني الحراره، لا ليميير كذلك تتاثر لنا بصفه او باخرى، عندنا لا بريسيون الضغط، عندنا لا بريسيبيتاسيون كذلك تساقطات، عندنا لا ناتور دو سول كذلك النوعيه ديال التربه. كل هاد العوامل هما المسؤولين على هاد التغيرات اللي عندنا في الميليو ناتوريل. اذا بالملخص الاجابه على هذا السؤال بوكو زاد ديفيرسيتي دي ميليو ناتوريل غيكون على شكل تالي، عندنا بليزيوغ كريتير سون ريسبونسابل دو سيت ديفيرسيتي، عندنا بزاف ديال العوامل اللي هي مسؤوله على هاد التغيرات اللي من بينها عندنا لا تمبيراتور الحراره، الاضاءه، الضغط، لا بريسيبيتاسيون كذلك التساقطات، وعندنا لا ناتور دو سول كذلك النوعيه ديال التربه. عندنا لي زيتر فيفون سون انفلونسي بار سي فاكتور، كذلك الكائنات الحيه فهما تيتاثروا بهاد العوامل اللي قلنا هما الحراره والاضاءه والضغط وكذلك التساقطات والناتور دو سول. نمروا لمحور ثاني. اذا في هذا المحور كذلك غادي نتعرفوا على لا ريلاسيون اونتر لي زيتر فيفون اي لو نون فيفون دون لور ميليو ناتوريل، غادي نتعرفوا على العلاقه اللي تتربط ما بين الكائنات الحيه والكائنات الغير حيه في اوساط مختلفه ولا اوساط طبيعيه. وعيد غادي تقراو هذا المحور ديال ريلاسيون اونتر لي زيتر فيفون اي لي نون فيفونت دون لور ميليو ناتوريل، في الوسط ديالهم الطبيعي. العلاقه اللي تتربط لينا ما بين الكائنات الحيه والكائنات الغير حيه في واحد الوسط اللي هو طبيعي. اذا dans un milieu naturel il existe une variété de relations entre les composantes vivantes et les composantes non vivantes. يعني في واحد الوسط الطبيعي كاين واحد العلاقه اللي تتربط ما بين الكائنات الحيه والكائنات الغير حيه. هذه العلاقه اللي تتربط ما بين الكائنات الحيه والكائنات الغير حيه وهي relation alimentaire. les relations alimentaires وهي الروابط ديال التغذيه، تتربط من بيناتهم رابط ديال التغذيه. غولاسيون ريسبيراسيون ريسبيراتوار كذلك الرابط ديال التنفس، وغولاسيون دابري
العلاقات اللي تتربطهم ثاني كذلك ديال المأوى. إذا العلاقة اللي تتربط ما بين الكائنات الحية والكائنات الغير حية في واحد الوسط طبيعية، وهي إما تكون علاقة ديال التغذية ولا ديال التنفس ولا ديال المأوى. إذا هناك ثلاثة ديال العلاقات اللي تربطوا ما بين الكائنات الحية والغير حية. On appelle biodiversité la diversité des espèces vivantes dans un milieu de vie. شنو هي البيوديفيرسيتي؟ وهي التنوع البيولوجي. تنسميو التنوع البيولوجي وهو واحد التنوع في الانواع ديال الكائنات في واحد الوسط اللي هو حي. البيوديفيرسيتي قلت لكم وهو التنوع البيولوجي. On appelle biodiversité la diversité des espèces vivantes dans un milieu de vie. هذا هو الجواب. شنو هو البيوديفيرسيتي؟ وهي لا ديفيرسيتي دي سبيس فيفونت دون ان ميليو دو في، وتنوع واحد الانواع ديال الكائنات في واحد الوسط اللي هو حي. الى هنا اعزائي التلاميذ وصلنا الى نهايه الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك في القناه وكذلك الضغط على زر لايك وزر جرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع، دمتم في رعايه الله وحفظه.